How does it feel being back? I had such good memories here. Who left you all alone down here? Chauncey says you're not allowed to play with us. Ugh, that bugs freaked you out. I need something happy. Something happy? If I can finish my list, Chauncey will take me on a trip to the place he's from. Alice? You've been spending time with a new friend? That was part of the game. Maybe we shouldn't play together anymore, Chauncey! Alice! The entity becomes enraged. You are always playing with your imaginary friend. He says he's right behind you. ازيكم إيه يا جماعه عاملين ايه ورجعنا لكم مع مراجعه فيلم Imaginary من الممثلين اللي قاموا ببطوله الفيلم ديواندا وايز وتي جيم بيرنز وبيبر برون والفيلم انتاج وكتابه واخراج جيف وادلو بالنسبه للمخرج من الاعمال السابقه اللي كتبها واخرجها فيلم كراي وولف وترو ميموارز اوف ان انترناشونال اساسن فيلم امجنري نزل في السينمات يوم 8 مارس سنه 2024 وعلى جميع المنصات الرقميه يوم 26 مارس من نفس السنه كالعاده وفي اخر كل مراجعه حابب اقول كلمتين فاللي عايز يسمعهم يستنى لاخر المراجعه او يجرى المراجعه ويسمعهم <applause> الفيلم بيحكي عن سيده اسمها جيسيكا وجيسيكا دي كانت مؤلفه قصص للاطفال وكانت متجوزه من راجل موسيقي اسمه ماكس واللي كان عنده بنتين من زوجته الاولى الابنة الكبيرة اسمها تايلور واختها الصغيرة اسمها اليس ففي يوم الاسرة كلها بتقرر انهم يتنقلوا للبيت اللي كانت جاسيكا فيه عايشة طفولتها وبعد ما وصلوا بفترة بسيطة البنت الصغيرة اليس طلبت من جاسيكا ان هي تلعب معاها وبعد ما اليس ابتدت تعد شوية ارقام علشان تدي الفرصة لجاسيكا ان هي تستخبى ابتدت تدور عليها لحد ما نزلت في بدروم البيت ولقت دب لعبة صغير اسمه تشونسي وبيبتدي احداث الفيلم من ضمن الحاجات اللي كانت جميله في الفيلم أول حاجة كانت بدايته اللي كانت مثيرة ومشوقة برغم إن فكرته ممكن تبان للوهلة الأولى إن هي اتكررت في أفلام كتيرة فاتت، الجميل كمان كانت بعض المفاجآت الجديدة في القصة بالإضافة للموسيقى التصويرية اللي كانت بتشبه في بعض الأحيان قطرات مياه متساقطة، بالإضافة لتصميم العالم الخيالي كان يعتبر جميل مش وحش، أما بالنسبة لمشاكل الفيلم غير التطويل الرهيب في الأحداث وخصوصا في النص الأول من الفيلم كان للأسف الأداء التمثيلي للأبطال. فالوحيده اللي اقنعتني بدورها كانت الطفله الصغيره بيبر برون، اما بقيه الابطال كان ادائهم سيء وخصوصا الممثله ديواندا وايز اللي كان وشها طول مده الفيلم عباره عن بلاستيك وما كانش بيدي اي انطباعات عن اي حاجه بتحصل لها او اي مشكله كانت بتواجهها، فحسيت من الاداء التمثيلي للابطال انهم كانوا مجبرين على اداء ادوارهم، اما بالنسبه لمشكله الفيلم الكبيره ان الجو العام ما كانش فيه رعب كفايه ولا نسبه توتر مقبوله تساعدني إن اتابع الفيلم ده بشغف. لدرجة ان ابطال الفيلم كانوا بيحلوا لغز المشكلة اللي كانوا فيها وعندهم درجة من البرودة مدهشة وثبات انفعالي كبير خلاني اتابع الفيلم ده بدرجة عالية من الاستنكار لدرجة ان حسيت بالمشكلة اللي واقعين فيها ابطال الفيلم اكتر منهم خلاصة الكلام فيلم إماجينري فيلم يعتبر جميل ومسلي إلى حد ما برغم المشاكل الكتيرة اللي فيه تقييمي لفيلم إماجينري هو 5.5 من عشرة واللي اتفرجوا على الفيلم وعجبهم يا ريت يقولوا في الكومنتات السبب عجبهم ليه؟ واللي اتفرجوا وما عجبهمش يا ريت يقولوا في الكومنتات ايه السبب؟ علشان نبقى نتناقش مع بعض. وقبل ما اقول سلام اللي بيحب يدخل السينمات عشان يتفرج على افلام اجنبيه او مشترك في منصات اجنبيه يا ريت بلاش علشان منتجين الافلام بياخدوا الفلوس دي ويتبرعوا بيها لجهات غير مرغوب فيها، فانا عن نفسي افضل ان احنا نستنى شويه لحد ما الفيلم ينزل على المنصه المجانيه ونتفرج عليه، وبعتذر اني طولت عليكم. سلام.